صباحكم وأهلا بكم في هذه الساعة الإخبارية والتي نخصصها لمناقشة أبرز التطورات في ملف الأزمة الروسية الأوكرانية التي تشهد يوما جديدا من الاقتتال والتصعيد عنوانه المسيرات وحرب الطائرات دون طيار التي تتسارع وتيرة استخدامها يوما بعد آخر. هيئة الطيران الروسية إن مطارات موسكو تعمل بصورة طبيعية بعد تعليق مؤقت للطيران في الساعات المبكرة من اليوم. كانت العاصمة الروسية تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة. قالت وزارة الدفاع الروسية إن نظم الدفاع الجوي أسقطت ثلاثا منها. في المقابل أعلنت أوكرانيا أن دفاعاتها أسقطت 11 مسيرة روسية من أصل 20 هاجمت البلاد. قال الجيش الروسي الأوكراني إن روسيا هاجمت بطائرات مسيرة مدينة أوديسا في الجنوب ومناطق على نهر الدانوب الليلة الماضية، مما تسبب في حرائق بمنشآت للحبوب. وأضاف الجيش الأوكراني أنه تمت إصابة منشآت لتخزين الحبوب ومجمع للإنتاج والشحن في منطقة الدانوب، كما اندلع حريق في المستودعات جراء الهجوم، لكن تم احتواؤه بسرعة. ومن جانبه أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن لا تشجع أو تتيح القدرة على شن هجمات داخل روسيا. وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن الأمر متروك لكييف كي تختار كيفية الدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا، مشيرا إلى أنه بوسع موسكو إنهاء الحرب في أي وقت بالانسحاب من أوكرانيا على حد قوله. وقد بدأت القوات الأوكرانية عملية لإعادة استخدام وتدوير بعض الأسلحة التي تعود إلى حقبة الاتحاد السوفيتي. جهود الجيش الأوكراني تتزامن مع استمرار طلق كييف دعما غربيا عسكريا يقدر بمليارات على أمل إحراز تقدم في مسار الحرب ضد روسيا. ما من يوم يمر على الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلا ويحمل معه تطورات وتغيرات جذرية، ومع ترجيح الكثير من المراقبين والدبلوماسيين في الأمم المتحدة وأوروبا بأن الحرب تتجه لإتمام عامها الثاني، تزداد حمى التسليح الغربي لأوكرانيا بالتوازي مع زيادة عمليات الإنتاج والتطوير للأسلحة داخل روسيا. أوكرانيا التي بدأت هجومها المضاد منذ نحو شهرين لم تكتفي بعد من تحديث تسليح جيشها، فمن أنظمة الدفاع الجوي مروراً بالدبابات القتالية والمدرعات وترسانات الدفاع وصولاً إلى مقاتلات F-16، أهداف سعت كييف طوال الشهور الماضية للحصول عليها تباعاً من حلفائها الغربيين. وبات الجيش الأوكراني بعد ما يزيد عن 18 شهراً منذ اندلاع الحرب مع روسيا يمتلك ترسانة من الأسلحة الغربية عالية التقنية، ولم يتوقف مسعى كييف المحموم لتحديث جيشها عند الدعم الغربي، بل بدأت في إعادة تدوير وإصلاح أسلحة وأنظمة قديمة، حيث بدأت نشر منصات إطلاق صواريخ صغيرة صممتها باستخدام أجزاء مأخوذة من نظام صواريخ يعود لحقبة الاتحاد السوفيتي. ميني جراد، تلك الصواريخ الصغيرة التي تم تطويرها في ستينيات القرن الماضي كان أحد تلك الأسلحة التي تعيد القوات الأوكرانية تركيبها على شاحنات صغيرة في محاولة للعب دور في مهاجمة الخطوط الأمامية لموسكو. في كل الاتجاهات تتحرك كييف لتعزيز قدراتها العسكرية بالتزامن مع التسليح الغربي غير المحدود والمستمر، وتبقى أعين القوات الجوية الأوكرانية شاخصة في انتظار تسلم أول دفعة من مقاتلات F-16 من الدنمارك وهولندا على أمل حماية سمائها من زخات الضربات الروسية. ورغم كل هذا إلا أن الحرب الروسية الأوكرانية ما زالت في المربع الصفري لكلا الطرفين، فلا منتصر ولا مهزوم، فقط اتساع جبهات القتال وسخونة المعارك، ولكن دون مؤشرات لمن تميل دفة المعركة.
إذن ملامح مرحلة جديدة من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مع تصاعد وتيرة حرب المسيرات بين موسكو وكييف خلال الأيام الماضية، لا سيما مع ضرب المسيرات أهدافاً في الداخل الروسي، بما يشي بتحول جديد في استراتيجية المواجهة بين الجانبين، أو ربما يعد منعطفاً خطيراً في استراتيجيات الحروب بصفة عامة. هذا التحول الذي تجسدت ملامحه في حرب مسيرات متنامية بين موسكو وكييف زادت حدتها مع انطلاق الهجوم المضاد الذي بدأته أوكرانيا لاستعادة أراضيها. المتتبع لمراحل العملية العسكرية الراهنة يلاحظ أن أوكرانيا بدأت في استخدام هذه المسيرات منذ يونيو من قبل الماضي، بينما تزايدت قدرتها بصورة واضحة في الفترة الأخيرة، مستهدفة ضرب منظومة الإمداد اللوجستي والعملياتي لإضعاف القدرات القتالية للقوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا. لكن الهجمات التي تشنها كييف على أهداف في الداخل الروسي، وإن كانت تؤكد حدوث تطور في القدرات لدى الجانب الأوكراني في استخدام هذه المسيرات، فإنها تشير ربما إلى وجود ثغرات في منظومات الدفاع الجوي الروسية المسؤولة عن تأمين الحماية للأهداف الاستراتيجية. بالنسبة لأوكرانيا، فإن أسطولها الرئيس من الطائرات المسيرة يتكون من طائرات برقدار تركية الصنع التي تتميز بحملها كاميرات استطلاعية وقنابل موجهة بالليزر. كاميكازي نوع آخر من الطائرات المسيرة التي تمتلكها كييف، وقد زودتها به الولايات المتحدة بالإضافة إلى مسيرات أوكرانية الصنع وأخرى بولندية وألمانية. على الجانب الآخر، تتنوع الطائرات المسيرة التي تعتمد عليها موسكو، حيث أصبحت روسيا متقدمة مؤخرا في تصنيع الطائرات المسيرة ثابتة الجناح، ومنها أوريون التي تستطيع الطيران ل 24 ساعة متواصلة وبسرعة تصل إلى 120 ميل بالساعة. هناك أيضا الطائرات الهجومية الإيرانية الصنع، وأبرزها شاهد 136، وهي مسيرة انتحارية تبلغ سرعتها 185 كيلومترا بالساعة. موسكو لديها أيضا طائرة انتحارية ذات صناعة محلية من تراز زالكاب، يبلغ طول جناحها 4 أقدام وتطير ل30 دقيقة فقط بسرعة 100 ميل في الساعة. إذن هو تطور استراتيجي على مستوى حرب السماوات المفتوحة باستخدام الجانبين للمسيرات بشكل مكثف، تكثيف يقول مراقبون إنه يهدف إلى إطالة أمد الحرب واستنداف كل طرف الآخر ماديا ومعنويا. فاصل قصير نعود بعده لاستكمال هذه الساعة الإخبارية، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. للمزيد من المتابعة من موسكو ينضم إلينا دكتور آصف ملحم، مدير مركز جي سي أم للأبحاث والدراسات وخبير الشؤون الروسية. دكتور آصف صباح الخير، أهلا وسهلا بك دائما على شاشة القاهرة الإخبارية. في هذه المرحلة تبدو المسيرات في قلب المعركة رغم محدودية تأثيرها، وتزايدت وتيرة استخدامها مؤخرا من جانب أوكرانيا وتستهدف بها الداخل الروسي، كيف يمكن أن نفهم ذلك؟ صباح الخير لكم وللساده المشاهدين. سيدتي كما تفضلت، هي حقيقه تاثير هذه المسيرات محدود للغايه، لا يوجد كل ما تحدث هذه المسيرات عباره عن اضرار محدوده الى ابعد حدود. المسيرات سقطت البارحه في موسكو سيتي، يعني في ضربت البناء ويعني خدشت الصحة التسمية هذا البناء، قيمه بناء غير مسكون بطبيعه الحال. هذه المسيرات اعتقد ان الغايه الاساسيه منها من الجانب الاوكراني هي غايه اعلاميه سياسيه نفسية. هم يقولون دائما نريد نقل المعركة إلى الداخل الروسي لإشعار المواطن الروسي بالألم. يعني البارحة على سبيل المثال في ريف موسكو في مدينة خنكي، وأنا هذه المدينة أعرفها جيدا، سكنت فيها فترة طويلة من حياتي، الناس بدأت تصور المسيرة وهي تسير وكأنها عبارة عن لعبة. يعني الموضوع فعلا لا يحدث أي تغيير جذري في سير المعركة، والغاية هي من الجانب الأوكراني الهروب إلى الأمام. نعم، المسيرات أصبحت وكأنها أداة الحرب الرئيسية. روسيا بالمناسبة في 28 من يونيو الماضي
الحكومة الروسية بالأحرى أقرت استراتيجية لصناعة المسيرات حتى عام 2030 وقابل للتمديد حتى عام 2035، وتبني الآن مصنعا كبيرا في مقاطعة في عفوا في جمهورية تاتارستان بالتعاون مع إيران. هذا المصنع قادر على إنتاج أعداد كبيرة من المسيرات. نعم، المسيرات أصبحت أداة حرب رئيسية، ولكن حتى الآن أضرارها في روسيا حقيقة ليست إلى تلك الدرجة التي يمكن أن نقول أنها قد أجرت تحولا جذريا في مسار المعركة. نعم، هي عنصر مقلق، عنصر مربك، لأن المطارات تتوقف في هذه الفترة البارحة أو الأمس. أعتقد أن هناك عدد كبير من الرحلات تم تغيير مسارها أو تأجيلها أو يعني وما شابه ذلك. يعني تحدث ارتباك للسلطات الروسية، ولكنها حتى الآن لم تتمكن من إحداث تغيير جذري في مسار المعركة الدائرة بين الطرفين. طيب، طالما أنه الأثر المعنوي والحرب النفسية أو السيكولوجية هي الهدف الأساسي من استخدام هذه المسيرات، كيف يؤثر ذلك على تفكير الشعب الروسي؟ هل حدث أي تأثير في تقييم الروس لمدى جدوى استمرار هذه الحرب أو هذه العملية العسكرية كما تصفها روسيا؟ نعم سيدتي، يعني لو عدنا إلى أحد المستشارين الإعلاميين أرستوفيتش الذي كان يعمل في مكتب الرئيس زيلينسكي نفسه، يعني هو بنفسه اعترف اعترافا حقيقة اعترافا شجاعا إن صح التسمية. قال: نحن أخطأنا كثيرا عندما حاربنا الشعب الروسي وحاربنا الثقافة الروسية. لو تذكرنا بداية العملية العسكرية الخاصة، حصل نوع من حقيقة حملة شعواء، حملة عنيفة ضد الروس، ضد المواطن الروسي، ضد التاريخ الروسي، ضد كل شيء روسي، ضد اللغة الروسية. حتى في أوكرانيا أنهم بدأوا يغيرون أسماء الشوارع، يريدون إزالة حتى الأدب والفن والثقافة المشتركة بين الطرفين. هذا الأمر ترك أثرا عكسيا عند روسيا. يعني المواطن الروسي يراقب كل هذا الوضع. عندما يجد المواطن الروسي سيدتي هذا حجم الحقد والكره ضد ثقافته، ضد تراثه، ضد تاريخه، فهذا الأمر سيزيد من التفافه حول القيادة الروسية. لأن القيادة الروسية عندما بدأت هذه الحرب كانت تقول دائما هناك نازية في أوكرانيا. هذا الأمر لم يصدقه أحد. بالطبع هناك من يذهب إلى كييف، وكل المراقبين والصحفيين الذين ذهبوا إلى كييف لن يجدوا صعوبة في وجود الرموز النازية في قلب العاصمة كييف. هذا أمر طبيعي، النازية موجودة في أوكرانيا منذ قرن، موجودة منذ زمن بعيد، وهتلر نفسه أراد أن يحول غرب أوكرانيا إلى جمهورية نازية، ولكن هذه النازية متفاوتة متباينة بين المدن والقرى والبلدات وما شابه ذلك. ولكن عندما هذه الحملة الشعواء ضد المواطن الروسي جعلته أكثر التحام مع القيادة الروسية، وإن كان هناك أمل يعني من حشد دعم إن صح التسمية داخل الشارع الروسي، فأصبح هذا الاحتمال ضعيف جدا. هناك كثيرون ممن يؤيدون حتى الآن أوكرانيا داخل روسيا. قد تكون هؤلاء أصولهم أوكرانية، قد يكون لأسباب يعني متعددة، ولكن بشكل عام التأييد أكبر في الواقع للرأي الرسمي الروسي منه للرأي الأوكراني. طيب، وفقا لتقارير ووسائل إعلام روسية، فإن أكثر من 140 هجوما بطائرات مسيرة جرت داخل الأراضي الروسية، بشكل كبير كانت تستهدف المنشآت النفطية والبنية التحتية للطاقة والمطارات. ومثل ما ذكرت دكتور آصف، هذا التأثير كان محدودا، أو النتائج التي حققتها الأرض كانت محدودة. يعني برأيك، من أين تحصل أوكرانيا على كل هذه الطائرات المسيرة؟ هل تنتج كل هذه الطائرات على أراضيها؟ لأنه معظم الطائرات من صناعة أوكرانية. سيدتي، أنا على يقين مطلق أن هذه المسيرة تطلق من داخل روسيا، لا تطلق من داخل أوكرانيا. يعني المسافة وخاصة، لاحظ معي، يعني لما أقول مثلا مدينة خيمكي، خيمكي يقع مطار شيرميتفا على بعد 10 كيلومتر من مدينة خيمكي. لو ذهبنا إلى أدنسوفا على سبيل المثال، أدنسوفا يقع مطار فنوكفا بالقرب منها أيضا. نلاحظ أنها ستنطلق دائما من الغرب والجنوب. في شمال موسكو مطار شيرميتفا كما ذكرت، ومدينة خيمكي، وهي لا تبعد عني كثيرا بالمناسبة، يعني أنا مقيم في شمال موسكو.
دوما تطلق بالقرب من المطارات، لذلك وتستخدم مسار هذه الطائرات لكي يصعب اكتشافها، لأن مسار الطائرات يحدث نوع من التغطية والتعمية الرادارية عن هذه المسيرات، وبالتالي يصعب اكتشافها. أنا أعتقد أنها تطلق من داخل روسيا. الطائرة المسيرة ليست من الناحية التكنولوجية، ليست منظومة هندسية معقدة، مزودة بمحرك قادر على الطيران، وكانت يعني والمسيرات بحد ذاتها تباع كألعاب في روسيا من زمن بعيد. طبعا داخل موسكو محصور على الطائرات الألعاب أن تطير، الناس تستخدمها في الريف الموسكو وفي الغابات والبحيرات والأنهار وما شابه ذلك. الناس وقد يستخدمها بعض الناس داخل المدينة، ولكن ضمن حارته ولا يتجرأ على إبعاده لمسافات بعيدة حتى لا تلتقط الشرطة. الموضوع حقيقة معقد وصعب. صناعة هذه المسيرات كما قلت ليس صعب على الإطلاق، وتزويدها يعني المسيرة اللعبة تزويدها بشحنة متفجرة وزنها عدة كيلوغرامات لا أعتقد أنه من الصعب على الإطلاق، وبالتالي حقيقة أنها تطلق من داخل روسيا. هناك كما قلت هناك فئة حقيقة في روسيا قد يكون يعني بالمال، يتم إغراءهم بالمال أو إغراءهم بطرق متعددة، أو عندهم ولاء لأوكرانيا أكثر من روسيا، قد تستطيع الاستخبارات الأوكرانية تجنيدهم لهذا الغرض. هذا أمر وارد، وأنا أعرف يعني هنا في موسكو هناك انقسام حقيقة يعني، ولكن الأغلبية الساحقة تؤيد القيادة الروسية. هذا الجزء القليل يقوم بهذه الأعمال تحت يعني ضغط التغرير أو الإغراء بالمال أو الولاء لأوكرانيا أكثر من روسيا وما شابه ذلك. طب هل يمكن الربط بين الكثافة في استخدام هذه المسيرات مؤخرا وبين معاناة أوكرانيا من نقص في الذخائر، خاصة وأن الأخبار تقول أن القوات الأوكرانية بدأت عملية لإعادة استخدام وتدوير بعض الأسلحة التي تعود إلى حقبة الاتحاد السوفيتي؟ سيدتي نعم، القوات الأوكرانية الحقيقة أنها تعاني معاناة شديدة في الهجوم المعاكس تقوم به، بالعكس يعني ولا تستطيع يعني ولم تحقق أي شيء تقريبا، وما حققته سواء على محور فيليكا نوفاسيلكا في قرية أوراجينا أو على محور أريخف مدينة رابوتينا، يعني هي عبارة عن تقدمات محدودة للغاية، والعمليات والحقيقة عمليات هناك ما زالت كروخر. بالعكس روسيا من تتقدم في محور استاطف كومبيانسك، والبارحة تأكدت معلومات على أنها تقدمت إلى بلدة سينكوفكا، وهي لا تبعد سوى بضع كيلومترات عن كومبيانسك، وبالتالي تعاني حقيقة تعاني روسيا عفوا تعاني أوكرانيا من هذا الهجوم المعاكس، وذلك تقوم بهذه المسيرات نوع من التغطية على فشلها في هذا الهجوم المعاكس. أوكرانيا الآن في وضع داخلي سيء جدا، يعني تؤكد أنباء جميعها أن العديد من الأوكرانيين لا يريدون المشاركة في هذه الحرب. التعبئة تتم بقسوة وبشدة تجاه الأوكرانيين، لا أحد يريد القيام بهذه الحرب، وهناك نقص كما تفضلت في الذخائر. زيلينسكي بجولته الأخيرة أيضا تدخل ضمن هذا السياق كنوع من التغطية على فشله في الهجوم المعاكس، وتغطية على فشله أيضا في قمة الناتو في فيلنيوس في ليتوانيا في الشهر الماضي، لأنه لم يستطع تحقيق أي خرق. والإدارة الأمريكية حقيقة وافقت على تقديم هذه الطائرات F-16 كنوع من الخطوة السياسية لتحسين صورة بايدن نفسه وصورة زيلينسكي نفسه أيضا، وبالتالي الموضوع يمكن أن نقول أنها وصلت المعركة في أوكرانيا إلى طريق مسدود تقريبا، ولا يوجد أي مبادرات ولا توجد أي قوة قادرة على تحريك هذا الصراع باتجاه معين، باتجاه الحل السلمي أو باتجاه أي حل آخر على الأقل. هذا هو الواقع للأسف الشديد، يعني هناك نوع من الاستعصاء إن صح التسمية في هذا الصراع بين الطرفين. واشنطن علقت عبر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية بأنها لا تشجع أوكرانيا على استخدام المسيرات والوصول بها إلى الداخل الروسي، وإن كانت قالت إنها تحترم أو ترى أن أوكرانيا لها الحق في اختيار الطريقة التي تدافع بها عن نفسها ضد ما أسمته بالغزو الروسي. كيف نفهم التعليق الأمريكي؟ سيدتي هذا الكلام هو ذر للرماد في العيون حقيقة، يعني من 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 دعم الانقلاب في أوكرانيا هي الدول الغربية، من أتى بهذا النظام الحكم إلى أوكرانيا هي الدول الغربية، من يدعم بالسلاح وبكل شيء ويغطي على جرائم يعني النظام الأوكراني هي الدول الغربية، وبالتالي هذا القول بأنها لا تشجعه، كيف لا تشجعه؟ هي تشجعه على كل شيء ما عدا هذه الخطوة، هي تقول افعل كل شيء ما عدا هذه الخطوة، هي أيضا تحافظ على حياته،
تحافظ على حتى سيدتي. وفي في بالمناسبة في شهر آذار الماضي صدر تقرير عن حقوق الإنسان في أوكرانيا. الارتكابات التي تقوم بها القوات الأوكرانية داخل أوكرانيا مرعبة إلى أبعد الحدود. يعني هناك إن صح التسمية هناك نشاط طبي أسود. الجنود الذين يقتلوا في المعارك يتم أخذ أعضائهم وبيعها في السوق السوداء. هناك ممارسات تقوم بها كييف وهذه يعني هذا تقرير رسمي صادر عن مؤسسات رسمية غربية وليس تقرير روسي يعني. وكل هذا تسكت عنه الولايات المتحدة. هذا السكوت المستمر وثم القول بأنها لا تشجع أوكرانيا على القيام مثل هذه العمليات يعني لا يمكن فهمه بأي شكل من الأشكال. يعني هي أعطته الحرية المطلقة ليفعل كل شيء ومن ثم تقول أنا لا أشجعه. هذا الأمر لا يمكن فهمه. هي تشجعه بشكل أو بآخر وهو متمرد. يعني هو زيلينسكي نفسه وأنا تحدثت عن هذه النقطة سابقا متمرد على القيادة على الإدارة الأمريكية نفسها وإدارات الغربية. لأنه زيلينسكي يعلم سيدتي حجم تورط بعض المسؤولين الغربيين في شبكات وصفقات الفساد في أوكرانيا. يعني وهذه النقطة تحدثنا عنها دائما. هناك شبكات مرعبة للفساد يعني لا يمكن تحتاج إلى محكمة دولية والعمل عشرات السنين حتى تكتشف كل تفرعاتها واشتباكاتها. وبالتالي نلاحظ أن زيلينسكي لا يخاف منهم. يعني يتصرف بطريقة ولا يهمه أمرهم ولا يهمه ردة فعلهم لأنه يعلم حجم تورطهم في هذه الشبكة. هل هذا يعني ما تقول دكتور آصف أنه لم تعد هناك خطوط حمراء أو قيود تضعها الولايات المتحدة والغرب على أوكرانيا في الاستهداف الداخل الروسي خاصة مع الحديث عن تدريب الطيارين الأوكران على طائرات F-16 التي من المفترض أن تتسلمها بحلول 2024؟ هل ما زال هناك خطوط حمراء أم إنها قد نسفت بالدعم العسكري الأخير؟ سيدتي أعتقد أن الخطوط الحمراء ما زالت موجودة. يا الولايات المتحدة الأمريكية تفهم جيدا بأن أي سلاح نوعي يقدم لأوكرانيا سيؤدي إلى تغيير موازين القوى ويشكل تهديد استراتيجي لروسيا فإن روسيا قد تضرب أحد دول حلف الناتو. هذا أمر مؤكد تفهمه الولايات المتحدة الأمريكية جيدا. لذلك هي لا تتجرأ على استفزازها. هذه الضربات سواء بالمسيرات هي عبارة عن قرصات صغيرة لدب كبير لا يشعر بها تقريبا. يعني هذه مجرد قرصات ولا أهمية لها حتى الآن من الناحية العسكرية. فيما يتعلق بطائرات F-16 هناك وهم كبير حول هذه الطائرات. الطائرات F-16 هي طائرات لو عرفناها هي طائرات قتالية تكتيكية ولكن هي الأشهر من بين جميع الطائرات ولكنها ليست الأفضل. هي تستخدم عادة هذه الطائرات للقتال في الخطوط الخلفية للجبهة لتدمير مستودعات الذخيرة لتدمير القوات التي يتم تدريبها لتعبئتها في الخطوط الأمامية وبالتالي تشتيت هذه القوات. الطائرة F-16 لا يمكنها أن تطير من مسافات بعيدة. المدى الأقصى لطيرانها 4220 كيلومتر فقط وبالتالي عليها أن تطير من داخل أوكرانيا. ولكن هناك نقطة لا علاقة بنوع الصواريخ التي من الممكن أن تحمله وتستهدف به الداخل الروسي دكتور آصف. سيدتي نعم في الواقع هذه النقطة تحدث عنها بعض المراقبين. هذه الطائرات سترسل بشكل أساسي فقط لإطلاق صواريخ بعيدة المدى ستورم شادو الموجودة أصلا في أوكرانيا لأنها لا يمكنها أن تعمل داخل حدود الجبهة لأنها لا بد أن تعمل في تنسيق مباشر مع القوات البرية كما وليس هذا فحسب. يعني لا يمكن أن تقترب من وسائل من الرادارات ووسائل الدفاع الجوي الروسي. شكرا جزيلا لك من موسكو دكتور آصف ملحم مدير مركز GCM للأبحاث والدراسات والخبير في الشؤون الروسية.
ومن موسكو ينضم إلينا مراسل القاهرة الإخبارية حسين مشيك لمزيد من التفاصيل والمتابعة للأوضاع والتطورات الميدانية. حسين، صباح الخير. لو تطلعنا على ما تعرضت له موسكو من هجوم بالمسيرات، وحيث قالت إنها أسقطت ثلاثا منها وواحد منها استهدف مبنى في العاصمة. نعم رغدة، فقط دعيني أنوه في البداية إلى أن حاكم مدينة بلغراد الروسية، مدينة بلغراد الحدودية مع أوكرانيا، أكد حاكم المدينة على مقتل ثلاثة مدنيين نتيجة قصف القوات الأوكرانية لمصح ضواحي مدينة بلغراد. هذه آخر التطورات فيما يخص القصف الأوكراني على مدينة بلغراد. أما العاصمة الروسية موسكو فلقد تعرضت إلى ثلاثة هجمات من قبل القوات الأوكرانية عبر طائرات مسيرة، حسب ما أعلن عمدة المدينة سيرجي سبيانين. فالدفاعات الجوية الروسية أسقطت مسيرتين أوكرانيتين ضواحي موسكو، وتحديدا في منطقتي خيمكي ومجايفسك غربي موسكو، بالإضافة أيضا إلى أن مدينة خيمكي تقع شمال العاصمة موسكو. أما عبر وسائل الحرب الإلكترونية فتم إسقاط مسيرة داخل موسكو، ونتيجة تحطم هذه المسيرة أصابت بعض الأجزاء من مبنى أبراج موسكو أو ما يعرف بموسكو سيتي. إسقاط المسيرات حسب بيان وزارة الدفاع الروسية لم يسفر عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين، فقط هناك بعض الأضرار الخفيفة في بعض المباني نتيجة تحطم المسيرات. نتيجة للهجوم الأوكراني عبر المسيرات تم إيقاف حركة المطارات في العاصمة موسكو لبضعة ساعات، لكن هذه المطارات تم استئناف العمل فيها منذ قليل حسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الروسية التابعة لوزارة النقل الروسية. الخارجية الروسية اعتبرت هذه الهجمات على أنها هجمات إرهابية، وتؤكد عمق وجوهرية النظام الأوكراني الإرهابي على حد وصفها، بالإضافة أيضا إلى أن السلطات الروسية تعتبر دائما على أن الهجمات الأوكرانية على المدنيين وعلى المنشآت المدنية داخل روسيا تؤكد أولوية العملية العسكرية وأحقية هذه العملية في نزع السلاح من أوكرانيا، وأن العملية العسكرية ضرورية لنزع السلاح من أوكرانيا وأيضا لجعل أوكرانيا دولة لا تشكل خطر على روسيا. طيب حسين، هناك نقطتان. النقطة الأولى خاصة بكيف يتعامل المواطنون الروس مع هذه الأخبار والهجمات المسيرة، خاصة وأن الكل يجمع أن هدفه هو زعزعة ثقة الروس في مدى جدوى استمرار هذه الحرب. هذه نقطة أولى. أولا بعدها يعني تناول النقطة الخاصة بالإرباك الذي يحدث للمطارات وحركة الطيران جراء تعليق الرحلات نتيجة هذه المسيرات. بشكل عام الوضع أصبح بالنسبة للمواطن الروسي هو أمر اعتيادي، حيث أصبح المواطن الروسي يستيقظ كل يوم على خبر إسقاط مسيرات ضواحي موسكو أو لا سيما وسط موسكو دون وقوع أضرار. المواطن الروسي أصبح في الوقت الحالي لا يستمع إلى بيان وزارة الدفاع الروسية، لأنه أصبح يعلم ما هي التصريحات، وهناك أصبح يقين من قبل المواطن الروسي بأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت المسيرات دون وقوع أضرار. لكن هذه الهجمات في حال أصبحت متتالية من قبل القوات الأوكرانية، فبطبيعة الحال هذه الهجمات ستزيد من حدة المخاوف ومن حدة أيضا المطالب لدى المواطن الروسي من قيادته بضرورة اتخاذ قرارات أكثر حاسمة وأكثر مؤذية إلى الجانب الأوكراني. فهذه الهجمات من قبل القوات الأوكرانية على الداخل الروسي دفعت بعض المواطنين الروس للطلب من القيادة الروسية وأيضا للحديث عن ضرورة قيام القوات الروسية بتوجيه ضربات تقضي على بعض المناطق في أوكرانيا، وأيضا ضربات موجهة إلى المقرات الحكومية ولا سيما إلى مقر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. أوكرانيا اليوم هي عشية عيد الاستقلال، يوم غد هناك احتفالات في أوكرانيا
سيحضر هذه الاحتفالات عدد من رؤساء الدول. هناك بعض المطالب من قبل الداخل الروسي للقيادة العسكرية الروسية بضرورة توجيه ضربات تكون ضربات موجعة ومؤذية إلى الجانب الأوكراني وإلى الدول الغربية عشية هذا العيد، نظرا إلى أن القوات الأوكرانية لم تمرر أي فرصة منذ شهر يوليو الماضي إلا وتقوم بالاستفادة منها وتوجيه ضربات وتوجيه طائرات مسيرة إلى الداخل الروسي. أيضا الخبراء يربطون هذه الهجمات بالتقدم التي تحرزه القوات الروسية على أرض الواقع، فبعض الخبراء تحدث عن أن كلما كثفت موسكو من ضرباتها الصاروخية كلما ردت أوكرانيا عبر إطلاق المسيرات بشكل كبير على الداخل الروسي. هذه المسيرات لا يمكن إيقافها إلا بعد السيطرة الكاملة للجيش الروسي على مدينة خاركوف، وإضافة إلى عدة مدن متاخمة للحدود الروسية الأوكرانية. بالإضافة أيضا بعض الخبراء أكدوا على أن القوات الأوكرانية تقوم بإطلاق هذه المسيرات أولا بسبب انخفاض أسعار هذه المسيرات، قلة رخص أسعار هذه المسيرات، وثانيا أيضا بسبب أن القوات الأوكرانية فشلت في هجومها المضاد تجاه الأراضي الروسية، لذلك هي تقوم بإطلاق مسيرات بشكل كبير تجاه الأراضي الروسية فقط من أجل إثارة الذعر داخل روسيا وإثارة وإطلاب المجتمع الروسي تجاه قيادته وتجاه قرارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. حسين، أيضا ماذا بشأن مدى الإرباك أو الارتباك الذي يحدث نتيجة تعليق العمل في مطارات روسيا؟ بالنسبة للمطارات رغدة، المطارات أيضا كل يوم يتم إيقاف العمل فيها لمدة زمنية قصيرة جدا لساعات معدودة. السلطات الروسية تقوم فورا باستئناف العمل داخل المطارات واستئناف حركة هبوط وإقلاع الطائرات بعد إسقاط المسيرات، أي هناك بالفعل تخوف حقيقي من قبل السلطات الروسية بعدم إلحاق أي أذى بأي طائرة مدنية تهبط أو تقلع من أي من المطارات داخل العاصمة موسكو. لكن بطبيعة الحال هذا الأمر يؤثر على الداخل الروسي ويؤثر أيضا على السلطات الروسية، لكن الخبراء يروا بأن على روسيا وعلى الداخل الروسي أن يعلموا بأنهم في حالة حرب مع الغرب، ولذلك ما تقوم به أوكرانيا من توجيه مسيرات وإطلاق مسيرات إلى الداخل الروسي هو شيء بسيط أمام ما تقوم بإحرازه الجيش القوات الروسية داخل أوكرانيا. لذلك الجميع كان يعلم بأن أوكرانيا ستقوم باستخدام وبإطلاق أي من الأسلحة أو القذائف تجاه الأراضي الروسية لأنها في حالة حرب مع روسيا، وروسيا أيضا في حالة مواجهة وحالة صراع مع الدول الغربية. إذن حسب رأي الخبراء هناك عملية للجيش الروسي يجب تحقيقها على الأراضي الأوكرانية. المسيرات الأوكرانية، الضربات الأوكرانية تجاه الأراضي الروسية لن تتوقف إلا بعد أن يحقق الجيش الروسي جميع أهدافه التي أعلن عنها في 24 من فبراير 2022. متى بشأن أيضا التفاصيل الخاصة بالضربات الروسية، سير المعارك على الأرض، خاصة العملية التي قال الجيش الأوكراني أن روسيا شنت فيها ليلة الماضية هجوما بطائرة مسيرة استهدفت منشآت لتخزين الحبوب في أوديسا ومناطق أو مواقع على نهر الدانوب؟ دائما موسكو تنفي بأنها تقصف أو تدمر منشآت لها علاقة بالحبوب أو بأي من المنشآت المدنية في أوكرانيا، دائما تؤكد على أنها تقوم بتوجيه ضربات على أي منشأة يستخدمها الجيش الأوكراني لأغراض عسكرية. التصريحات الأوكرانية خلال الساعات الماضية حول توجيه روسيا ضربات على مخازن للحبوب في المناطق الأوكرانية، هذه التصريحات لم تلاقي أي رد روسي، وأيضا في المقابل لم تلاقي أي نفي روسي من قبل وزارة الدفاع الروسية. نترقب بيان وزارة الدفاع الروسية، لعل وزارة الدفاع تصدر أي من الردود تجاه التصريحات الأوكرانية، لكن موسكو دائما تنفي بأن القوات الروسية توجه ضربات على منشآت ذات صلة بالمدنيين أو لها علاقة بالحبوب. دائما موسكو تؤكد على أن الضربات هي فقط موجهة ضد أهداف عسكرية أو ضد منشآت تستخدمها أوكرانيا لأغراض عسكرية، أي الضربات الروسية السابقة على ميناء إسماعيل
في مدينة أديسا أكدتها في ذلك الوقت وزارة الدفاع، وتحدثت عن أن هذه الضربات وجهت نحو مراكز ومنشآت تستخدمها أوكرانيا من أجل تخزين المعدات العسكرية الغربية، ولذلك القوات الروسية قامت بتدمير هذه المنشآت. روسيا حسب رأي الخبراء أيضا تقوم خلال الفترة الحالية بتدمير مكثف للمراكز التي تستخدم من قبل القوات الأوكرانية لتجميع وأيضا لتخزين الآلات والمعدات العسكرية الغربية، وهذا لعله أبرز السيناريو التي تعول عليه موسكو، وهو إرهاق وتعب الدول الغربية وعدم تقديم المساعدات إلى أوكرانيا في المستقبل. هناك تعويل من قبل روسيا بأن تتعب الدول الأوروبية والغربية اقتصاديا من المساعدات إلى الجيش الأوكراني، لذلك عندها تجلس الدول الغربية على الطاولة مع موسكو وتكسب موسكو وتربح ما تريده من أهداف داخل أوكرانيا. لذلك عدم التقدم الروسي داخل أوكرانيا وأيضا الجمود التي يصيب العملية العسكرية فالجيش الروسي خلال الفترة الحالية وأيضا الفترة الماضية، فنحن نتحدث عن أشهر، هو فقط يقوم بتوجيه ضربات صاروخية على بعض المنشآت في أوكرانيا، وأيضا يقوم باستخدام الخطة الدفاعية أو السيناريو الدفاعي، لا يقوم بأي هجوم له، فقط هناك بعض التقدم للقوات الروسية ضواحي مدينة كوبيانسك في مدينة خاركوف، وهذه المدينة أيضا حتى الآن الجيش الروسي لم يستطع السيطرة عليها، لأن الجيش الروسي حتى الآن لم يتقدم ولم يرسل أي تعزيزات عسكرية بهدف التقدم أو بهدف الهجوم داخل أوكرانيا. حسين، فيما يبدو أنه محاولة لإبقاء الباب مفتوح على مسألة مفاوضات سلام وتفاوض، تصريحات أخيرة لجوزيف بوريل قال فيها أنه هناك مسؤولين من الاتحاد الأوروبي يعملون على محادثات سلام ربما تكون في سبتمبر المقبل، والتقارير الصحفية أشارت لأنه ربما يكون هناك لقاءات على مستوى وزراء الخارجية في على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر المقبل. هل هناك أي تعليقات، أي تفاعلات حتى لو كانت غير رسمية تشي بأن موسكو تلقي أي أذان لمثل هذه التصريحات؟ دائما روسيا تفتح باب للحوار، ومنذ بداية العملية العسكرية السلطات الروسية تتحدث عن أنها مستعدة للمفاوضات من أجل تسوية وإنهاء الأزمة الأوكرانية، لكن بطبيعة الحال وكما يرى الخبراء الروس فإن الدول الأوروبية ولا سيما الدول التي قامت بتوريد الأسلحة إلى القوات الأوكرانية لا يمكن ولن تسمح لها موسكو بأن تكون دول مشاركة في التسوية أو في الوساطة الروسية الأوكرانية أو تكون من ضمن الدول الضامنة للتسوية أو الحل للأزمة الروسية الأوكرانية. لكن الحديث الأوروبي حول إمكانية إجراء مفاوضات وتسوية في الوقت الحالي فهو بعيد عن الواقع، نظرا إلى أن الدول الغربية حتى الآن تقوم بتوريد الأسلحة، وهناك تصريحات بأن الدول الأوروبية والغربية ستقدم طائرات F-16 إلى القوات الأوكرانية، وهذه الطائرات لديها القدرة على حمل أسلحة نووية. إذن هذه الخطوات تقوم بكبح أي مفاوضات وأي تهدئة بخصوص الأزمة الروسية الأوكرانية. بعض الخبراء في الجانب الآخر يروا بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستدخل السباق الرئاسي خلال الأشهر المقبلة، لذلك الولايات المتحدة ستكون مضطرة للجلوس على الطاولة مع موسكو، وهذا ما يدفع الولايات المتحدة في الوقت الحالي لرفع السقوف واتخاذ خطوات غير مسبوقة، خطوات تتجاوز الخطوط الحمراء الروسية، إن كانت من خلال تقديم قنابل عنقودية إلى القوات الأوكرانية، وأيضا إن كانت من خلال الخطوة الأخيرة وهي السماح لبعض الدول بتوريد طائرات F-16 إلى القوات الأوكرانية. إذن حسب رأي الخبراء هو رفع للسقف من قبل الولايات المتحدة بهدف الجلوس على الطاولة خلال الأشهر المقبلة، أي عندما تدخل الولايات المتحدة في مرحلة السباق الانتخابي. هي فقط نظريات وقراءة من قبل الخبراء في الأزمة الروسية الأوكرانية، لكن أرض الواقع هو مختلف تماما.
لما يقرأه الخبراء والمراقبين. أرض الواقع يظهر بأن العالم هو على شفا سيناريو خطير جدا. الطائرات F-16 الأمريكية التي ستقدم إلى القوات الأوكرانية لديها القدرة على حمل أسلحة نووية. نعم هذه حسين. الأسلحة أو هذه الطائرات ستهدد العقيدة النووية للجيش الروسي. من أحد بنود العقيدة النووية للجيش الروسي هو استخدام روسيا للسلاح النووي في حال شعرت جديا بتهديد لوجودها. إذا نحن أمام سيناريو خطير، أمام أشهر قد تكون فاصلة في الحرب الروسية الأوكرانية. شكرا جزيلا لك من موسكو مراسل القاهرة الإخبارية حسين مشيك. ومن كييف ينضم إلي الدكتور عماد أبو الرب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار. دكتور عماد صباح الخير، أهلا وسهلا بك دائما على شاشة القاهرة الإخبارية. 6 أيام تستهدف فيها أوكرانيا الداخل الروسي بطائرات وهجمات بطائرات دون طيار، ورغم محدودية التأثير إلا أن موسكو لم تنفي انتباهها لمدى تأثير وجدوى هذه الهجمات. يعني كيف نفهم هذا التطور من الجانب الأوكراني مؤخرا؟ تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. واضح أن أوكرانيا في ظل تعثر مسار المفاوضات وربما يكون له أمل في الأيام القادمة، لكن خلال هذه الفترة شعرت أنها لابد أن تشعر الداخل الروسي بما تعانيه، وهذا يعني ليس نقل الحرب بشكل كلي إلى الداخل الروسي، فهذا يتطلب مقدرات كبيرة جدا واستعدادات لا تمتلكها أوكرانيا الآن. ولكن هي تمتلك على الأقل مثل هذه الطائرات المسيرة التي استطاعت أن تنجز أمور، منها بداية اختراق الأجواء الروسية، الوصول إلى أهداف في قلب العاصمة موسكو حتى لو تم إسقاطها أو وصولها إلى أثار محدودة، لكن بدأ الفزع الداخلي أو الحديث والقلق لأنكم أكثر دقة في الداخل الروسي ينتشر ويزداد يوما بعد يوم مع استمرار مثل هذه الهجمات. فبالتالي يعني ربما هذه الطائرات الآن قد تكون مقدمة إما لمزيد من التصعيد والاستهداف، وإما إلى فقط إيصال رسائل والضغط على الداخل الروسي. لكن لا ننسى كذلك أن نقول أن أوكرانيا الآن هي تدرك أن المرحلة القادمة مرحلة حساسة، خاصة في ظل استمرار هجمات الطائرات الروسية يوميا. هل ما زالت أوكرانيا تستمع أو تلتزم بالخطوط الحمراء والقيود الجغرافية التي وضعتها الولايات المتحدة والغرب لاستهداف الداخل الروسي، خاصة وأن واشنطن علقت مؤخرا أو ربما اليوم هذا الصباح على من خلال بيان لوزارة الخارجية على استهداف روسيا بالمسيرات، وقالت إنها لا تشجع استخدام المسيرات في الداخل الروسي؟ بالتأكيد بداية أوكرانيا تحترم التزاماتها مع دول العالم وحلفائها، وهي تحيطهم علما بأول بأول بخطواتها، علما أن التصريحات التي سمعناها اليوم من وزارة الخارجية الأمريكية وإن كانت ذكرت بشكل واضح عدم التشجيع وغير ذلك، ولكنها قالت بنفس الوقت أن لأوكرانيا الحق في النظر في كيفية الدفاع عن أراضيها، بمعنى أن أوكرانيا إذا استخدمت تقنيات تصنعها بنفسها ورأت أن هذا قد يحقق لها نتائج في المستقبل فلها أن تفعل ذلك، ولكن هي تحاول أن تخلي نفسها من المسؤولية على اعتبار أن روسيا ربما يكون لها ردة فعل كبيرة في هذا الشأن. طيب التصريحات الأخيرة القادمة على لسان جوزيف بوريل منسق السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي تحدث عن إمكانية عقد أو الذهاب والعمل على مفاوضات سلام، وربما يكون هناك لقاءات بين مسؤولين روس وأوكران على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة وفقا لما ذكرته صحيفة بوليتيكو على لسان مسؤولين لتفسير ما قاله بوريل. هل أوكرانيا مستعدة لمثل هذا الطرح، خاصة وأنها ستعقد في نيويورك؟ يعني ربما تكون روسيا هي التي ستتحفظ على هذا المقترح. يعني ما ألحظه وأرصده في الداخل الأوكراني لدى القيادة الأوكرانية أنها تسعى لأمرين. الأمر الأول هو التمسك بمبادرة السلام من 10 نقاط التي قدمها الرئيس، وتحاول أن تجمع أكبر قدر ممكن من دول العالم للتضامن مع هذه المبادرة للاستفادة منها مستقبلا عند التصويت في أي منظمة دولية كالأمم المتحدة وغيرها. ولكن
بالمقابل أوكرانيا أيضا تنظر بترحيب مبدئي أولي في أي إفادات أو مقترحات جديدة قد لم يعني قد لم يتم وردها أو سردها في مبادرة الرئيس الأوكراني، بمعنى أنه إذا كان هناك مقترحات أو لقاءات حتى لو كانت يعني تقترح على أوكرانيا أشياء جديدة ربما تتخالف مع بعض المبادئ الرئيسية التي دعا لها الرئيس، هي تنظر فيها، وهذه الأمور إذا كانت تمس في جوهر وحدة وسيادة أوكرانيا بالتأكيد سترفضها أوكرانيا، ولكن إذا كان فيها نوع من المرونة الذي يفتح آفاق جديدة لإنهاء الحرب وإنهاء هذا الاستنزاف في هدم البنى التحتية وقتل الأرواح المدنيين وغيرهم في أوكرانيا، بالتأكيد أوكرانيا باعتقادي لن تترك هذا الجانب أو ترفضه بشكل أو آخر. طيب، أوكرانيا تنتظر بشغف ولهفة تنفيذ التعهدات الغربية بإمدادها بطائرات F-16 بعد موافقة واشنطن على الذهاب إلى هذا الخيار، وهو الخيار الذي طالبت به ربما على مدار السنة الماضية. هل هناك محددات ستفرض على أوكرانيا في مسألة استخدام هذه المقاتلات أيضا، وماذا بشأن محدودية العدد الذي سمح لأوكرانيا بامتلاكه ولن تتسلمه قبل نهاية هذا العام؟ بداية هناك يعني بعض الإشارات منذ بداية الحرب إلى الآن، واضح أن كل دول أوروبا تحديدا والناتو تحاول بكل الجهد ألا تدخل في دائرة الحرب بأي شكل، وتضغط على أوكرانيا ألا يكون هناك تصرف فردي منها يقحمها في هذا الأمر، وأوكرانيا متفاهمة ومنسجمة مع الاتحاد الأوروبي ومع الناتو ومع حلفائها في ذلك. الأمر الثاني أيضا باعتقادي أن هذه الدول بعد مرور سنة ونصف على هذا الوقت الطويل الذي استنزف الجميع وأثر على التضخم الاقتصادي في هذه الدول وعلى البطالة وعلى مشاكل أخرى، ربما أيضا باتت تنظر إلى إمكانية التسريع في إيجاد مرونة في المواقف بين الجانبين لعل وعسى أن يكون هناك حل يرضي الجميع، ولكن الكل كذلك يخشى من أن تخرج روسيا منتصرة، وهذا ما نسمعه في تصريحات متعددة تتكرر دائما أن الناتو لا يريد أن يكون هناك بمثابة انتصار لروسيا، لأن هذا الانتصار يعني أن روسيا ربما تكرر هذه العملية سواء في الداخل الأوكراني أو مناطق أخرى تجد فيها ثغرات، ويربط ذلك في تجربة جورجيا عندما تم احتلال أجزاء منها، والآن نسمع صوت نائب رئيس مجلس الأمن القومي ميدفيديف في روسيا يقول أنه ربما يتم ضم الأقاليم والتصويت على ضمها من الأقاليم الجورجية التي تعلن أيضا ولائها أو توجهها للانضمام إلى روسيا. طيب، في ظل تصلب المواقف دكتور عماد، ما شكل هذه التسوية التي يمكن للطرفين أن يذهبا إليها؟ أين يمكن أن يلتقي الطرفان؟ ما النقطة الوسط التي يمكن أن يتوصلا إليها سويا؟ يعني باعتقادي إذا كان هناك أيضا دور للوسطاء والعقلاء والغيورين على تحقيق سلم عالمي حقيقي وسلم في المنطقة، لابد أن ينطلق الجميع من إزالة التخوفات من ما يريده كل طرف لضمان أمنه القومي. روسيا لديها تخوفات، لننظر إلى التخوفات الواقعية والمنطقية والمتطابقة مع التشريعات الدولية، ويتم مطالبة أوكرانيا بإعطاء موقف واضح فيها، وكذلك بالمقابل لابد أن تواجه روسيا ويطلب من روسيا أن تنظر بموقف واضح ويعني مباشر تعلن فيه موقفها من ضمان الأمن القومي لأوكرانيا ووحدة وسيادة أراضيها. بقية الأمور يمكن النظر في يعني أفكار جديدة في إدارة المناطق التي يمكن أن تصفها روسيا متنازع عليها، ولكن أوكرانيا تعتبرها أرض ضمن وحدة وسيادة أراضيها. هذه الأمور ربما في مقترحات السياسيين تكون هناك أفكار جديدة ويتم النقاش حولها والوصول إليها بشكل أو آخر، وهذا ما نتمناه. شكرا جزيلا لك من كييف دكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار.
إذن ختام هذه الساعة، وللمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز دوت نت، ونرحب بمشاركاتكم على منصاتنا المختلفة فيسبوك إكس إنستغرام يوتيوب، ومتابعتنا على التردد الظاهر أمامكم على الشاشة. إلى اللقاء.